القادرية البوتشيشية بمناسبة الذكرى الثالثة لانتقال شيخ الطريقة سيدي حمزة القادرية البوتشيش إلى الرفيق الأعلى، وهو مجدد التصوف في زمانه. والحمد لله هذا لقاء لتجديد المحبة وتجديد أواصر السلم والسلام والالتقاء لذكر الله عز وجل، ولكذلك المجدد وارث سر سيدي حمزة رضي الله عنه سيدي جمال رضي الله عنه، والالتقاء بجميع الفقراء والفقيرات. وهذا لقاء لتجديد أواصر المحبة والدعوة كما هي عادة الزاوية وكما تتبناه الزاوية، دعوة السلم والسلام والمحبة والرحمة والتضامن مع جميع خلق الله سبحانه وتعالى. Et je suis venu ici en fait pour commémorer Sidi Hamza en fait, puisqu'il est le maître spirituel de la Tariqa Bouchichia, et donc c'est lui qui m'a fait découvrir cette voie de paix et d'amour. Donc on est tous là réunis, les Fokara et les Fakirat en fait, pour l'honorer en présence de Sidi Jamal. Voilà. Et pour nous, même si on peut dire les choses avec les mots, mais dans notre cœur, voilà, ça, on est toujours ému en fait d'être ici et de faire ça en plus. Voilà. باش نحييو الذكرى الثالثه لرحيل الفقيد سيدي حمزه قدس الله سيره. وكما كتشوفوا المريدين والمريدات جايين من اقطاب المغرب كامل ومن الخارج، وان شاء الله هذه الليله غتكون مباركه باش يحيوا هذه الذكرى المباركه، وان شاء الله اللي غدوز في اجواء روحانيه ربانيه ملؤها الحب والسلم، وإن شاء الله توصل هذه الليلة المباركة للفقيدنا سيدي حمزة قدس الله سيره.